التقرير الزميلة أسماء فرغان. طبيعي إن الناس بتبتدي الشغل في أول الأسبوع بالشكل ده، أما في نهاية الأسبوع بيكون شكله كده. لكن عندنا في مصر الوضع مختلف شوية، لأن الناس بتكون في أول الأسبوع شكلها كده، أما بقى في آخر الأسبوع فبيكون شكلهم كده برضو. يا ترى إيه السبب؟ مع إن أول الأسبوع دايما بيكون قبله أجازة، المفروض الناس شحنت طاقة إيجابية وجاية الشغل بنشاط. طب يوم الأجازة في الغرب ده عامل ازاي؟ طب عشان ما نعقدش نفسنا تعالوا نشوف في مصر الناس بتقضي أجازتها ازاي. الدنيا الفرق بيننا وبينهم مش إمكانيات ولا فلوس، الفرق ثقافة. الأجازة الأسبوعية دينا الثقافة بتبقى لها فكر بيتوتي شوية. الاجازه الاسبوعيه بنتخ يتستلم السيري من اوله لحد اخره، يعني يوم الاجازه يا اما بنزل بنام يا اما ممكن انزل سينما. طب اوضع في الاجازه دي والله مصر يحب يقول اجازه دلوقتي. لا ما باخدش مش كده يعني، وبعد كده باخد بعضي وبنروح على اي حته بقى. بروح الفيوم استجمل هناك الجو حلو هناك. وفي اجازه جايه لسه انا ولا ايه؟ دول عندهم امكانيات، احنا شعب انت عارف. هم فاهمين يعني ايه اجازه، فاهمين ان الانسان لما بيوصل لاخر الاسبوع بيكون أصابه الإعياء الشديد نتيجة لضغط العمل والدراسة، فبيكون محتاج يشحن طاقته النفسية. عشان كده في دول الغرب مش ممكن تلاقي حد يقضي أجازته في البيت. نشوف بقى علماء النفس نصحونا بإيه عشان تكون أجازتنا ممتعة ونشحن فيها طاقتنا. لازم تتعلم في الأجازة تدرب المخ على الفصل بين الحياة المعتادة والتفكير في العمل. اتأمل، اتنفس بشكل سليم، العب وخرج الجانب الطفولي اللي جواك، لأن شغلك طول الأسبوع بيستنفذ طاقتك النفسية ولازم تجددها في الأجازة. وطبعاً عرفنا أن مش النوم هو اللي بيجدد طاقتك. الويك أند عندي مليان فمش فاضي لأي طاقة إيجابية. مش فاكر بصراحة حتى أجازة من وقت قريب. على قد ما في ناس مخنوقة من قلة الأجازات وضغط الشغل وناس ما بتعرفش تستمتع بأجازتها، بس كمان في ناس الأسبوع كله عندها أجازة. أسماء فرغلي، قناة دريم.